بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. معكم الباحث خالد بن سعود الحريري. إن شاء الله في هذا الدرس راح نتكلم عن بعض الحفريات التي كانت تعيش في السابق في العصور القديمة، طبعا عينات متحجرة. تقريبا عندي مثل ما تلاحظون 3000 عينة متحجرة عشوائية. إن شاء الله راح نتطرق ونفحصها كلها تحت المجهر الرقمي على الشاشة، وراح يعني بتكون عينات عشوائية جدا، يعني راح نمسك كل عينة من هذه العينات نفحصها تحت المجهر، وبعد ما نخلص نحط العينة التي تم فحصها في العلبة الأخرى لكي لا يكون خلط. وإن شاء الله راح تكون سلسلة طويلة جدا من الدروس، وسوف يتم تقطيع المقاطع الفيديو في وقت آخر، فصل كل عينة عن العينة الأخرى. نبدأ في أول عينة. طبعا العينات متحجرة تصل أعمارها إلى 400 مليون سنة. نلبس قفازات. أول عينة كما تلاحظون عينة بالمحار متحجر. تقريبا حجم حجم 6 ملي أو 7 ملي مثل ما تلاحظون. طبعا مثل ما تشوفون في نقاط بسيطة في الخلف. نحاول نكبرها. طبعا هذه تكون ملصوقة في الصدفة الأخرى، نحاول نكبر أكثر. قد يصل عمرها إلى 400 مليون سنة من العصر الديفوني. في بعض العلامات التي تدل على وجود أشياء جزء من الجسم مثل ما تلاحظون هنا. نحاول نكبر. ننتقل إلى العينة الأخرى. هذه أيضا جزء من محار مثل ما تلاحظون.
محاب أسود في خطوط مثل ما تلاحظون، حجم تقريبا تقريبا 11 ملي إلى 15 ملي. طبعا أقدر أقيس حجم العينات هنا في المجهر في مقياس كتابي مثل ما تلاحظون. هنا يوجد بعض الأملاح على العينة المتحجرة. ننتقل إلى العينة الأخرى. طبعا هذا جزء قريب جدا، قد يكون من محار متحجر نفس الجسم مثل ما تلاحظون هنا، جزء من جسمه موجود بس متحجر. نشوف الحجم، تقريبا 17 ملي. ننتقل إلى العينة الأخرى. هذا أيضا تعتبر نوع من أنواع المحار بس صغير جدا. راح نفحص الكثير منها في الفترة القادمة. نكبر المسننات الموجودة في بداية الصادفة مثل ما تلاحظون. في خطوط بسيطة جدا عرضية وطولية. نكبر مثل ما تلاحظون في خطوط عرضية وطولية. تقريبا بحجم 8 ملي. مثل ما تلاحظون هنا أسنان سمكة سامة مثل ما تلاحظون. تعتبر من الأسماك القديمة جدا. عمرها تقريبا 65 مليون سنة إلى 120 مليون سنة من عصر الطباشيري. نحاول نكبر ونشوف نتعمق مثل ما تلاحظون
طبعا كل واحد كل فقرة تعتبر سن. نشوف الحجم، تقريبا 8 ملي إلى 9 ملي. مثل ما تلاحظون هنا نوع من أنواع المخلوقات متحجر على هذه الصخرة، مثل ما تلاحظون احتمال كبير أنها حشرة. طبعا هذه العينة وصلت إلى مستوى الطبع، أي المستوى الأخير كما تلاحظون اللي لونه بني، عبارة عن هذا الجزء هنا. أيضا هذا حيوان آخر متحجر، مثل ما تلاحظون هنا يوجد حلزون، حلزون متحجر. هذه الفقرة الأولى والفقرة الثانية. في مخلوقات كثيرة طبعا داخل هذه العينة، حجم تقريبا 15 إلى 18 ملي. نذهب إلى العينة الأخرى. طبعا كل عينة بعطيها من دقيقة إلى دقيقتين، يعني ما يحتاج نتعمق أكثر، فقط نعرضهم ونحاول نتفكر فيهم. هنا أيضا نجد محار، هذا الجزء الخلفي من الصدفة وهو مخطط. طبعا في جزء بسيط من جسمه موجود هنا، ممكن اخذ عينة بسيطة وافحصها تحت مجهر البيولوجي، نتحقق ونشوف هل هي نوع من انواع البكتيريا او جزء من جسمه او من جزء من المخاط. مثل ما تلاحظون هنا يوجد ايضا علامات بسيطة، هنا أيضا مخطط بس خطوط بسيطة جدا. حجم 13 إلى 14 ملي.